الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع المراجعة العامة في التربية العلمية. أول سؤال مقترح في التربية العلمية: ما الفرق بين الحيوانات البرية والمائية؟ الحيوانات البرية تعيش في البر، والحيوانات المائية أين تعيش؟ في الماء. في الماء. كيف هو تنفس الحيوانات البرية؟ سيف؟ تنفس هوائي. جيد جدا، تنفس هوائي. والحيوانات المائية؟ نور؟ تنفس مائي. كيف تتحصل الحيوانات البرية على الهواء؟ عبد القادر؟ تتحصل على الهواء من الجو. جيد جدا، من الجو. والحيوانات المائية كيف تتحصل على الهواء؟ أو كيف يكون الهواء الذي تستنشقه؟ ميرا؟ الهواء مذاب في الماء. جيد جدا، الهواء يكون مذابا في الماء. صنف الحيوانات التالية إلى برية أو مائية. السلحفاة. برمائية. السلحفاة تعيش في البر والماء في نفس الوقت. الضفدع. بر وماء. بر وماء، جيد، برمائية. التمساح. جيد جدا. الحصان. رتال. بر. الغزال. سجاء. بر. الكنغر. الكنغر محمد. بري. بري، جيد جدا. السؤال الثالث: إلى ما يحتاج النبات الأخضر النبات الأخضر لنموه السليم؟ أي معنى آخر يمكن، ما هي الأشياء التي يجب أن أوفرها للنبات الأخضر حتى ينمو نموا سليما؟ نبدأ مع أول شيء ما هو؟ نور؟ أقوم بسقيه بالماء. إذا أول شيء يحتاجه الماء. ثاني شيء؟ سلام؟ الضوء مهم جدا لنمو النبات الأخضر. في حالة أقوم بسقي هذا النبات الأخضر وأقوم بعزله في مكان مظلم، أي أنه لا يتعرض للضوء، هل سيعيش أم لا؟ أو ماذا سيحدث له؟ بنتي؟ سيذبل بالإضافة إلى قبل تساقط الأوراق ستصفر الأوراق. أول شيء تصفر الأوراق وتتساقط. إذن أعيد، لنمو النبات الأخضر يجب أن أوفر له الماء بكميات معقولة والضوء. جيد جدا، ننتقل إلى السؤال الرابع. الآن سؤال الرابع قال: مما يتكون النبات الأخضر عند اكتمال نموه؟ الآن عندنا نبتة خضراء اكتمل نموها، ماذا ستلاحظ أو ما هي الأشياء التي تكون هذا النبات الأخضر؟ وئام؟ أزهار. الأزهار بالإضافة. ثمور. ثمور بالإضافة. ما 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 الشيء الذي يحمله آدم؟ الساق. بالإضافة إلى الجذور. إذن بطريقة أخرى أقول لك، ما هي المظاهر التي تدل على نمو النبات؟ تقول لي ساق، وساق طويلة، وسمكها يزداد طول وسمك النبات. بالإضافة إلى
تظهر عليه أغصان وأزهار وأزهار. جيد. بعد الأزهار ماذا سيحدث عندما يزهر النبات؟ ماذا إلى ماذا ستتحول تلك الأزهار؟ عائشة؟ جيد جدا، تلك الأزهار تتحول إلى ثمور. لو قلت لك ماذا يوجد داخل تلك الثمور؟ ماذا يوجد داخل تلك الثمور؟ وئام؟ بذرة أو البذور. جيد جدا. إذن مظاهر نمو النبات الأخضر، مظاهر النمو السليم للنبات الأخضر هي يزداد طول وسمك الساق، وحتى الجذر يزداد سمكه وطوله، وتظهر على النبات أوراق، تلك الأوراق عديدة تكون عددها كثير، وأغصان. بعد ذلك يزهر وتظهر عليه الأزهار. بعد ذلك ماذا سيحدث؟ ستتحول الأزهار إلى ماذا نعيم؟ إلى ثمور. جيد جدا، إلى ثمور. وتلك الثمور على ما تحتوي؟ تحتوي على بذور. جيد جدا. ننتقل إلى سؤال جديد. ما هي الظاهرة التي تسمح بتكاثر النباتات؟ أميرة؟ اكتشف الضوء يسمح بتكاثر النباتات. جيد جدا. الظاهرة هي الانتاش. إذن انتاش البذور يسمح بتكاثر النباتات. مما تتكون شبكة توزيع المياه؟ يا آدم. محطة تطهير المياه. عندنا محطة تطهير المياه بالإضافة إلى وئام. خزان المياه بالإضافة إلى نور. السد يعتبر مصدرا من مصادر المياه بالإضافة. ماذا يربط بين هذه الشبكة؟ الأنابيب. جيد. والتوصيلات مختلفة. وقبل دخول الماء إلى المنزل يمر عبر عداد المياه. جيد جدا، عداد المياه. نعيد. مما تتكون شبكة توزيع المياه؟ تتكون من الخزانات، الأنابيب، والتوصيلات، مضخة المياه بالإضافة إلى العداد الذي يقيس كمية الماء المستهلكة، وبالإضافة إلى المصدر. يجب أن يكون عندنا مصدر للمياه لكي نقوم بتطهيره وتوزيعه على سكان تلك المدينة. سؤال آخر. اكتب فقرة تعبر فيها عن المراحل التي يمر بها الماء حتى يصل إلى منزلكم. أول مرحلة، أين يكون الماء؟ إما نجده، ما نسميه بالمصدر، نجده في البحر، أو نجده في البئر، أو نجده في السد. بعد ذلك أين يذهب؟ بعد ذلك أين يذهب؟ إلى محطة تطهير أو تحلية المياه. بعد ذلك يقوم العمال بضخه نحو الشيء الكبير. سيف. خزان المياه. جيد جدا. لماذا سميناه خزان؟ لأنه يخزن فيه المياه. وبعد ذلك من خزان المياه إلى أين يذهب؟ إلى الأنابيب. إلى الأنابيب. عبر الأنابيب أين يذهب؟ بعد الأنابيب إلى أين؟ إلى عداد المياه.
إلى يمر على عداد المياه، وبعد ذلك إلى الحنفية. جيد جدا، بعد ذلك يمر إلى الحنفية. السؤال الآخر، ما هو دور العداد المائي في شبكة توزيع المياه؟ ما دور العداد؟ ما دور العداد؟ جيد جدا، يقيس كمية الماء المستهلكة من قبل ذلك المواطن لكي يكون استهلاك بدون تبذير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال آخر، ما دور محطة التطهير في شبكة التوزيع؟ ما دورها؟ ما دور محطة التطهير؟ من اسمها يمكن أن نعرفها ريتاش. تطهر المياه أو تجعل المياه شروب أو صالحة للشرب. الآن لو كان المصدر البحر، كيف هل يمكن أن نشرب ماء البحر؟ إذن ماذا نفعل له؟ ماذا يفعلون له؟ ميرا؟ قبل التطهير نقوم بالتحليل. جيد جدا، نقوم بتحليته. إذن محطة التطهير وفي نفس الوقت تنظيف وفي نفس الوقت التحلية. جيد جدا، ما هي أهم مصادر المياه؟ ما هي أهم مصادر المياه؟ من يعطيني؟ ريتا؟ السد بالإضافة؟ البحر، البئر، السد قلناها، الينبوع. سؤالا آخر سنضيفه هو، ما هي أنواع النفايات؟ يوجد، ما هي أنواع النفايات؟ صلبة. إذن ما هي أنواع النفايات عندنا؟ صلبة وسائلة.